اهلا وسهلا بيكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده الفلوج بتاعنا مختلف، احنا رايحين مطعم من اكتر المطاعم الهندية الجميلة جدا جدا جوه الامارات. لو انت موجود في الامارات وحابب تاكل اكل هندي انصحك بمطعم بحر الامارات، من المطاعم الجميلة جدا والقعدة فيها شيك والاستقبال حلوة قوي وكمان طعم الاكل مظبوط وعنده تنوع في المنيو. لو حد مش حابب ياكل اكل هندي بيقدر ياكل اكلات تانية، هو بيقدم اكل اسيوي سواء صيني او تايلاندي وكمان مجموعة اكلات عربية ومشاوي واسماك واصناف كتير من الشوربة اللي انتوا هتشوفوها كمان في المنيو. بس احنا في الحقيقة بنحب نروحه مخصوص علشان الاكل الهندي لاننا من محبين الاكل الهندي. في البداية هو بيقدم كده أطباق فيها سلطة روب أو سلطة زبادي بيبقى متقطع فيها خيار كده وأعشاب، وبيقدم النوع ده من المقبلات الهندية، ده اسمه بابود. ده عبارة عن عيش شبه عيش الذرة كده اللي بنعمله في الصعيد، بس بيبقى فيه شوية او في من طعم الفلفل الأسود كتير، هو حراق شوية بس لما بيتاكل مع الروب ده بيبقى طعمه حلو جدا. اول طلب احنا اخدناه الشوربة دي، انا بحب الشوربة دي عنده جدا، ان شاء الله هعملها معاكم قريب. دي شوربة سي فود اللي بيبقى لونها اصفر زي ما انتوا شايفين كده، وبيبقى جواها صبيط وجمبري وكمان سمك فليه، وكانوا حاطين معاها مشروم متقطع قطع صغيرة وكان طعمها مميز في الحقيقة. ده مكبوس دجاج، انا هكتب لكم اسم الاكلات دي، وده خبز النان الهندي، وده كمان روجان جوش، ده عبارة عن لحم ضاني بالعظم بتاعه وبيبقى محطوط في صلصة هندية حلو جدا. احنا قبل ما نطلب الاكلات دي اتأكدنا ان ما فيهاش حاجة سبايسي، تقدروا ان انتوا، احنا بصراحة البرياني عنده حلو جدا بس البرياني بيبقى شوية سبايسي فالاطفال مش هيقدروا ان هم ياكلوه، بس هو متميز في الرز سواء البرياني او المكبوس او حاجات كتير عنده فيها الرز بتاعه بيعملها بخلطة حلوة. بس لو انت ليك في الاكل السبايسي شوية جرب البرياني عنده بيعجبني جدا. بالنسبة للروجان جوش انا ان شاء الله لازم انزل لكم حلقة عنه، الاكلة دي حلوة جدا جدا، طبعا اللي بيحب الاكل الهندي هيحب الاكلات دي. انا كنت نزلت لكم قبل كده وصفة العدس الباكستاني، ان شاء الله هحاول اسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، وإن شاء الله نعمل فيديو عن الروجان جوش وخبز النان الهندي. بالنسبة للحلويات احنا حبينا نجرب الحلويات عنده، فجربنا اول كاس ده اسمه زعفران فيرني، ده بيبقى عبارة عن رز بحليب كده او رز بلبن مع الزعفران والمكسرات، وبيبقى مطحون كله في بعضه كده، بيبقى حقيقي طعمه كريمي حلو وطعمه جميل. بس انا بحب جدا الكاس اللي جنبه هو الراس مالاي، انا بحب تحلية الراس مالاي الهندي وان شاء الله برضو هعملها معاكم، انا هشبعكم وصفات هندي الفترة الجاية. راس مالاي دي بتبقى عبارة عن كور كده بتتعجن من الحليب البودرة وكمان بتستوي جوه الحليب السائل، بيبقى فيه نكهات زي الزعفران والحبهان وشوية نكهات حلوة تاني، وبيتقدم مع المكسرات وده بيبقى قوامها من جوه. انا التحلية دي بالنسبة لي رقم واحد في الحلويات الهندية. ودلوقتي انتهت جولتنا جوه المطعم، يا رب تكونوا اخدتوا فكرة حلوة عن المكان وكمان اتعرفتوا على شوية من الاكل الهندي والحلويات الهندي اللي ان شاء الله هشاركها معاكم الفترة الجاية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا بالقناة، حطولي لايك وكومنت واكتبولي اي سؤال وانا ان شاء الله هاخده بعين الاعتبار، وسيبولي كومنتاتكم الحلوة وهستناكم ان شاء الله في فيديو جديد.